ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا صلي عليه وسلم يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على حشر ذل المرسلين لواه تلقى
من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء
ولك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي. ماذا يعبر عن ولك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي؟ ماذا يعبر عن ولك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي؟ ماذا يعبر عن ولك مقالي؟ نرى الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة من هذا كل كمال. ماذا يعبر عنه لك مقالي من هذا كل كمالي؟ ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي. صلى خاصهم رب العلا بكمالي يا بدرة من هذا كل كمالي. ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من هذا كل سلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلي وسلم. يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المنع السالم عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب مما إن دابك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنل المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخايف لنفسه وعادب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيار فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المهبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به ونيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب الله عليه. قيل هو موسى عليه السلام
ولا موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاض جيله عيسى. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصايب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب العجائب حدا حد الثرى باسم الحبايب فهذا سكر أعطى باب الحي لا أحد هو
وقد صح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك والدمى فما دون الحبيب اليوم عجيب صلاة الله ما لك واجيب على حمد خيما راكبا نجائب حدا حديث جميعهم وعدرته الطائم صلاة الله ما لاحت كواكيب على حمد خير من راكب النجائب هدى حديث باسم الحبايب فهذا سكر أطاف الركائب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد في القلوب ودوائها أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرأس يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرأس يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد
أول ما نستفتح به رد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه اهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقيلة حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا إجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي
في زير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله. الله الله الله
ربيع الأولي والقلب يا خفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأولي والقلب يا خفاك والكواكب تنجلي والقلب يا خفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يا خفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل والقلب يا خفا والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يا فصار الماء كالعسلي والقلب يا خفاك والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يا خفاك والكواكب قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبي يا خير مولود يا نبي يا خير Yeah.
سلام عليك.
كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز يا غير مرسل يا سيدي ارحم شقي غير البرية نظر إلي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا
آمدا كأنه البدر في تمامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت كثير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى على النبي.